فوجدت فاطمة علي في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. وكذلك أبي هريرة في الترمذي وأبي سعد في الطبقات والإمام أحمد في مسنده. وهذا ما أخرجه الترمذي في كتابه عن إعراضها وعدم كلامها مع الثاني. يا أبا الحسن يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. معاذ الله، أنت أعلم بالله ورسوله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، فقد عز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لا بد منه، والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأفضها وأحزنها، هذه والله مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلف لها. لم تمسحين بدموعي على جسمك؟ يا أبا الحسن، أنت مظلوم هذه الأمة، وسمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله دموع المظلوم فيها شفاء، فأردت أن يعافيني ربي من علتي يا أبا الحسن. أوصيني بما شئت، فإنك تجدينني فيما أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله. أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بأمامة، فإنها تكون لأولادي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا أنهم عدوي وعدو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم. أوصيك بولدي الحسن والحسين، لا تصح في وجهيهما فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، فأنهما بالأمس فقدوا جدهما، واليوم يفقدان أمهما، فالويل لأمة تقتلهما وتبغضهما.
ابكني إن بكيت خير هادي. ابكني إن بكيت يا خير هادي. وأسبل الدمع فهو يوم الفراق. وأسبل الدمع.